السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة هنتكلم عن رؤية الدم، رؤية الدم في المنام. رؤية الغرق في بحر من الدم تدل على الغرق في الذنوب والمعاصي. يعني هذه الرؤية استشفها علماء التفسير من رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، لما رأى هذا المشهد وسأل جبريل وقال له كذا وكذا وكذا. فرؤية الغرق في بحر من الدم تدل على أن صاحب الرؤية عنده مشاكل في قضية الذنوب والمعاصي، وأنه قائم عليها وأنه واقع في بؤرة معاصي. فدي رسالة من الله سبحانه وتعالى، إنذار حتى ينتهي من الذنوب والمعاصي. رؤية سيلان الدم تدل على المعاناة الشديدة والتعب. إذا توقف الدم في المنام تتوقف هذه المعاناة، وإذا استمر الدم في المنام ولم يتوقف حتى استيقظ الحالم أو الرائي لهذه الرؤية، الرؤية دي معناها للأسف الشديد إن المعاناة هتطول مع شوية. رؤية شرب الدم، ودي رؤية يعني سبحان الله أعزكم الله حاجة مقززة جدا، لكن رؤية شرب الدم من شخص تعرفه رؤية محمودة. يعني احنا دايما نقول بلاش نقيس الأحلام على أرض الواقع، الواقع شيء والأحلام لا، ده موضوع تاني خالص. فشرب الدم من شخص أنت تعرفه تدل على المنفعة من هذا الشخص، هناك منفعة ستعود عليك من هذا الشخص. رؤية دم الحيض للمرأة عموما، لأي امرأة متزوجة مطلقة أرملة، رؤية دم الحيض لأي امرأة تدل على الفرج. رؤية نهر من الدم، هذه الرؤية ومع شديد الأسف تدل على المصائب والكوارث أو مشكلة كبيرة يا صبح الله. إن أنا أشوف نفسي واقف على شط نهر من الدم. رؤية بسق الدم، هذه الرؤية ومع شديد الأسف تدل على المرض. رؤية خروج الدم من الأسنان، هذه الرؤية تدل على تعب أحد الأقارب، لأن إحنا اتكلمنا عن قضية الأسنان، والأسنان الفوقية تدل على الرجال، والسفلية تدل على النساء. رجعوا الفيديوهات الأسنان بالتفصيل، هتلاقوا إن طقم الأسنان ده بيدل على عيلتك. الأسنان بتدل على العيلة، فلما تشوف خروج الدم من الأسنان أحد أقاربك سوف يتعب أو يمرض والعياذ بالله. رؤية بقع الدم على الأرض، أنا ماشي في المنام شفت بقع دم على الأرض، هذه الرؤية تدل على أنك شخص عندك تصرفات خاطئة، كل تصرفاتك ومع شديد الأسف غير صحيحة غير سليمة. رؤية الدم على الجدران، خسارة أمر مهم في حياتك. رؤية الدم في الحمام، مشكلة في الصحة. رؤية الدم في الحمام أعزكم الله تدل على أن هناك مشكلة في صحتك. رؤية الدم على الملابس، هذه الرؤية تدل على خداع بعض الأشخاص المقربين منك. رؤية خروج الدم، انتبهوا للرؤية دي. وأنت في المنام استشعرت أن الدم حاجتين اتنين، ساخن ورائحته كريهة، هذه الرؤية تدل على أنك مسحور، عندك سحر، ويجب فورا المعالجة عند راقي أو من يقرأ عليك الرقية الشرعية. دي كانت بعض الرؤى عن رؤية الدم. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة